وإلى متابعة أخبار اتحاد الكرة والمنتخب، حيث أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أنه لم يحدد حتى الآن موعد سفر المنتخب إلى سويسرا لخوض مباراتي البرتغال واليونان، وقال إن السفر قد يكون أحد يومي 19 أو 20 من مارس، ولكن الأندية المصرية مرتبطة بمباريات هامة في بطولتي أفريقيا، وأتمنى أن يلعب الأهلي مباراته خارج القاهرة في 17 من مارس من أجل راحة اللاعبين. وأشار مدير المنتخب الوطني أنه انتهى من إعداد اللائحة المالية التي سيتم العمل بها في بطولة كأس العالم 2018 والتي ستقام في روسيا. أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة حضوره مباراة السوبر الأفريقي يوم 24 من فبراير الجاري بين الوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي بالمغرب، ويتواجد أبو ريدة حاليا في السعودية لحضور اجتماعات الاتحاد العربي على أن يطير بعدها إلى المغرب لحضور السوبر.